تعال إذا بتفكر البلور اللي بالباك جراوند باستخدام كاميرا وعدسات احترافية فبتكون غلطان، أنا بستخدم التلفون. الآن بكل بساطة بعد ما ندخل إلى الكاب كات نختار نعمل امبورت للفيديو اللي بدنا نعمل له عزل للخلفية، بنسحبه ونحطه هون. أول خطوة هي إنك تمسك هذا الفيديو بتعمل له كوبي، تعمل بيست، بتذهب إلى الفيديو اللي من فوق وبتروح بتعمل أوتو ريموف للباك جراوند من هون، بتصبر عليه. بعد ما يعمل لك الريموف للباك جراوند بصير الفيديو فوق الفيديو الثاني. فإحنا بنيجي على الفيديو الثاني، نروح على الإفكت وبنختار نبحث عن بلور ونمسك هذا الإفكت وبنحطه على الفيديو اللي من تحت ومنظبط السكيل تاعت البلور، مثلا هون نحطها 7-8 بكفي. وهيك بكون عندك الفيديو تم عزل الخلفية بطريقة سهلة وممتازة وجودة ولا أروع. تعال تعال لا تكون كمان بتفكر الإضاءات اللي أنا حاطها بالخلفية إضاءات حقيقية كلها كمان إضاءات مونتاج. شو بتستنى؟ إذا حاب تتعلم هاي الأشياء اشترك في قناتي وفعل زر الجرس.